اهلا بحضراتكم من جديد. وبرنامج الابطال من اول يوم واحنا متابعين كويس قوي كل البطولات الدوليه، لان زي ما قلت لحضراتكم هو اسم مصر هو الاسم الاكبر، واللي دائما ابدا كل اللي بنعمله ده عشان في الاخر نمثل مصر تمثيل مشرف، لان اسم مصر اسم كبير واسم تقيل. فاحنا كنا عرفنا ان في بطوله، او طبعا تابعنا كان في بطوله اتعملت في نادي التوفيقيه، بطوله تنس ارضي. البطوله دي بطوله عالميه للناشئين والناشئات، الاتحاد الدولي معترف بيها وتحت رعايه الاتحاد المصري، وشارك فيها اكتر من 160 لاعب ولاعبه من 20 دوله من مختلف انحاء العالم، وللاسف ما خدتش حقها في الاعلام. فاحنا لما عرفنا الحقيقه رحنا وشفنا البطوله وتابعناها واتكلمنا حتى مع الناس هناك. والبطوله دي اتعملت على 9 ملاعب للتنس في ظل تقديم تطبيق صارم للاجراءات الاحترازيه عشان سلامه اللاعبين. وزي ما حضراتكم شايفين دي لقطات من البطوله، والبطوله دي شارك فيها جنسيات كتيره، وللاسف يعني اتظلمت اعلاميا ما خدتش حقها. فكاميرا الابطال راحت هناك وصورت تقرير وغطت اليوم الختامي للبطوله. خلينا نشوف التقرير ده وارجع لحضراتكم تاني. نتكلم الاول عن البطوله وتنظيمها جه ازاي بالنسبه لنادي التوفيقيه. بطوله دهيت تعتبر بطوله دوليه من الوزن جي 5 تبع الاتحاد الدولي للتنس، ودي تبع الاي تي بي تورز، اللي هو احنا بعد البطوله دهيت هيطلعوا من هنا يلعبوا في نادي الصيد وبعدين يطلعوا على السليمانيه. فدي كانت اول مرحله اللي هي في نادي التوفيقيه للتنس 15 يوم. البطوله دهيت داخل فيها 160 لعيب من 30 دولة، كل يعني المستويات بتبقى حسب الرانكينج بتاعهم في الاتحاد الدولي. وكان في عندنا البري كواليفيكيشن في الأول 3 أيام، وبعدين الكواليفيكيشن، وبعدين بداية الأدوار العادية يعني. ووصل زي ما حضرتك قلتي، والأول مرة بنتين مصريين هم اللي يوصلوا للفاينل. عندنا السنجل الولاد هيبقى برضو في ولدين من هولندا. امبارح اتلعب الفاينل بتاع السيدات في الدبل، وبرده وصلوا كانوا اتنين فرقتين من البنات المصريين، ودي برده حاجه كويسه. كان في برده النادي الاهلي بقى، كان في عندنا بنت واصله لغايه دور سيمي فاينل وخرجت، كان نفسها ان هي تكمل معانا كانها مصريه. والنادي الاهلي احنا تربطنا بالنادي الاهلي علاقات، كان نادي توفيقيه علاقات كويسه. ده بالنسبه للبطوله. البطوله دي احنا عملناها قبل كده سنه 2000، نادي التوفيقيه عمل بطوله دوليه سنه 2000، وكانت برضو مشرفه جدا. كان ساعتها اللي بيقوم بتنظيمها اللواء عبد المنعم رحمي الله يرحمه، يعني هو يعتبر من الناس اللي بتاسس او اسست يعني ايه نعمل بطولات في نادي التوفيقيه. واحنا اتعلمنا الحقيقه على ايده القصه دي، والحمد لله كل الناس بيشهدوا لنا بتنظيم البطوله وازاي البطوله طالعه كويسه والتنظيم فيها كويس. بدليل انتوا معانا اهو، تشوف التغطيه الاعلاميه ما عامله ازاي، ودي مش هتلاقيها في بقيه الانديه الثانيه ان شاء الله. طبعا التقييم على البطوله ده تسلسل مجهود الاتحاد المصري للتنس برئاسه كابتن الشافعي في الاربع سنين اللي فاتت، اللي احنا قدرنا نوصل يبقى عندنا 15 بطوله دوليه ناشئين تحت مظله الاتحاد الدولي للتنس. ودي كاوفرول بالنسبه لنادي التوفيقيه، دي يمكن اول مره نادي التوفيقيه ده معقل التنس المصري من زمان، يمكن اختفى شويه على الساحه التنسيه، ابتدى يرجع تاني بوجود بطوله دوليه جي 5 هنا في نادي التوفيقيه. ده بيحط نادي التوفيقيه تاني في زي ما بيقولوا في قصه التنس المصري، يرجع بشده في البطولات الدوليه. اما تقييم البطوله، طبعا وجود بنتين الفاينلز تحت 18 ده برضو يرجع طبعا للعيبه لمجهودهم المدربين بتوعهم، وعلاقتها بوجود 15 بطوله دوليه السنه دي في مصر. احنا كنا من 5-6 سنين كنا 4-5 بطولات، السنه قبل فاتت وصلنا 8 بطولات، السنه اللي فاتت وصلنا 11 بطوله، السنه دي في 2021 وصلنا 15 بطوله دوليه في مصر. وده كله طبعا بيعود على اللعيبه الناشئين بتوعنا، بدل ما يسافروا بره ويصرفوا مصاريف كتير بيجي يلعب في بطولاتهم في بلد.
لعبت ماتش حلو الحمد لله، بس لو كنت اصلا لعبه من الكواليف لعبت 6 ماتشات وده كان السادس اللي هو بتاع دور الثمانيه، فللاسف يعني ما قدرتش العب زي ما انا كنت بلعب في الاول، بس ان شاء الله المره الجايه ابقى مستعده اكتر، وبعد البطوله دي الحمد لله هخش على المين رو على طول وهبدا الماتش، يعني هبدا من الدور الاول على طول، فان شاء الله هبقى يعني مستعده اكتر وان شاء الله اوصل احسن يعني واعمل احسن الحمد لله. لا بصراحه المصريين والاجانب هنا في البطوله هم بصراحه شاطرين، يعني اللي دخل البطوله دي هو يستحق ان هو يوصل لمستوى ويوصل لليفل عالي. يعني الفرق ما بيننا احنا والاجانب هم عندهم فرصه ان هم يسافروا اكتر ويمثلوا بلدهم في بلاد تانية وبطولات بره بلد بتاعتهم، احنا بس ناقصنا ان احنا نسافر ونلعب في بطولات بره مصر علشان نعرف يعني ناخد حتى خبره نكسب كده يعني. بس هما بيركزوا في الماتشات بتاعتهم واحنا بس ناقصنا بس شويه التركيز وناخد الموضوع جد زياده. ولا مصر التنس بتاعها حلو بصراحه، يعني احنا لينا قدامنا فرصه كبيره ان احنا نوصل للعالميه وكده. يعني الماتش كان حلو قوي وما كانش سهل، و كان معظم الجيمات بتمشي يعني اللي بيكسبها ما كانش بيكتبها في سهل، والبطوله انا اول مره اوصل فاينل في بطوله دوليه، وان شاء الله اوصل فاينلز في بطوله دوليه وجريد اعلى. في عندي بطوله اي تي اف الجي 4 في نادي السويد، وان شاء الله اعمل نتائج كويسه جدا واوصل فاينل ان شاء الله. يعني انا وصلت يعني قبل البطوله دي كذا فاينل وما كنتش بكسبهم، فالنهارده كنت يعني ما كنتش خسرانه حاجه، انا كده كده نازله يعني دايما بخسر فاينل، فالنهارده كنت مركزه من قبل الماتش، يعني حضرت احسن والتسخين كان احسن وبدات الماتش كنت مركزه، كنت لازم ابتدي يعني بدي عليها انا احسن من الاول عشان اقدر اكمل كويس. هو يعني ما كانش فيه فرق كبير قوي ما بيننا وما بين الناس التانية، بس احنا عشان ممكن اكبر وعندنا خبره اكتر فعشان كده قدرنا نوصل احنا الاثنين فاينل. لا هو تنظيم البطوله كان من اول يوم كان كويس، كلنا مبسوطين منه، ويعني انا ما كنتش شايفه ان في فرق ما بيننا وبين الاجانب، بس يعني ان شاء الله الحمد لله ان احنا قدرنا نكسبها. اهلا بحضراتكم من جديد. زي ما شفتوا يعني كاميرا الابطال كانت هناك وغطينا يمكن فرح هيثم لاعيبه النادي الاهلي، طبعا بتمنى لها التوفيق ويمكن نشوف ميار الشريف تاني، ليه لا؟ وده دورنا كبرنامج الابطال ان احنا مع كل ما هو حدث للالعاب الاخرى وبنحاول نبرزه للناس، وده دورنا الاعلامي.